طيب نسيب النادي الاهلي ونروح طبعا عبر سكايب. عندنا نجم كبير على مستوى الدوري الايطالي، نجم لعب في ميلان، لعب في نابولي، عايزين نتكلم معاه بصفه يعني خاصه على الشامبيونز ليج، وكمان نتكلم معاه على محمد صلاح. محمد صلاح طبعا اللي هو قام امبارح بادوار اكتر من رائعه. معانا طبعا جوزيبي، طبعا ده نجم الميلان ونجم نابولي. مساء الخير عليك، بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي. مساء الخير ايضا لكم من نابولي من ايطاليا، سعيد بتواجدي على قناه النادي الاهلي، شكرا لكم على توجيه الدعوه. جوزيبي اكيد تابعت مباراه امبارح، مباراه طبعا انتر امام ليفربول في الشامبيونز ليج، عايز اعرف ردود الافعال النهارده كانت ايه بعد هذا اللقاء. الجماهير، جماهير الانتر استقبلت ازاي الهزيمه 2-0 امام ليفربول؟ دعني أتحدث عن مباراة الإنتر. الإنتر في الأمس قدم واحدة من أفضل مباريات إنتر ميلانو مع سيموني إنزاغي مع ليفربول، لكن للأسف كما يقال وكما يشاع، من يسجل هو الأفضل ومن يسجل يجب أن نشكر. الإنتر لعب وسيطر على المباراة بالطول وبالعرض، لكن تشامبيونز ليج لديه أشياء خاصة. الإنتر لعب مباراة عظيمة لكن في النهاية لم يسجل، والكرة دائما ما تعترف بالأهداف، وأعتقد أن مباراة العودة ستكون صعبة على فريق الإنتر. الإنتر قام بعمل مباراة جيدة لكن سيموني إنزاغي للأسف لم يتفوق على يورجن الذي تفوق عليه في النهاية. سيموني إنزاغي طبعا من خلال المباراة يمكن كان أداؤه أو أداء لعبته على مستوى عالي جدا، ولكن تبقى نهاية الهجمة، وده يمكن اللي افتقده نادي الإنتر امبارح. كان بيروح بهجمات مباشرة وسريعة جدا على ليفربول، ولكن إنهاء الهجمة. هل تعتقد غياب ورحيل لوكاكو عن الفريق أثر بشكل كبير على خط الهجوم وتأثيره على خط هجوم نادي إنتر؟ بالنسبة لي إيدين جيكو يقدم مستوى رائع ومستوى كبير مع إنتر ميلانو في الدوري، لكن كما قلت أنت جيكو يستطيع أن يسيطر في الدوري الإيطالي، لكن دوري أبطال أوروبا يحتاج لعيب أكثر قوة من إيدين جيكو. كلوتارو مارتينيز ولوكاكو كان ثنائية عظيمة العام الماضي مع الإنتر، وهؤلاء إذا ما تواجدوا بالأمس كانوا سيقومون بتسجيل الأهداف. كما ذكرت الإنتر بالأمس قدم كل شيء لكن نهاية الهجمة كانت صعبة. لوكاكو كان لديه هذا الشيء، ولوكاكو يستطيع أن يصنع ويهدف أكثر من إيدين جيكو، وأنا موافقك الرأي. إذا كان متواجد بالأمس لوكاكو كان سيسجل الأهداف، لأن الإنتر كان قريب من تسجيل الأهداف، ولكن إنهاء الهجمة كان صعب جدا وكان سيء بالنسبة لإيدين جيكو ومهاجمي الإنتر بالأمس. ما فيش شك، وانت كنت لعيب كبير في نابولي، نابولي اعتقد خلال يمكن دقايق عنده مباراه قويه جدا في اوروبا ليج مع فريق كبير زي برشلونه. شايف حظوظ نابولي ايه في الحصول على هذه الكاس بالرغم من وجود فرق كبيره في طبعا كاس طبعا الاوروبا ليج؟ طبعا النهارده مباراه امام برشلونه، شايف المباراه ازاي وتتوقع نتيجه ايه؟ نابولي يعتبر أكثر المرشحين للفوز ببطولة الأوروبا ليج، هناك دورتموند، هناك برشلونة، هناك لاتسيو، هناك أتلانتا، هناك فرق عديدة قد تفوز باليوروبا ليج، لكن يجب أن نشاهد نابولي. المباراة التي بدأت منذ قليل مع برشلونة، ماذا سيفعل نابولي في الكامب نو ثم في نابولي مباراة العودة؟ في هذا الوقت سنقول إذا كان نابولي قادر على الفوز أم لا، لأن بطولة أوروبا ليج أصبحت الآن قوية أكثر أنجم من الشامبيونز. طيب قبل ما نتكلم كمان على الأوروبا ليج، خلينا أرجع تاني للتشامبيونز ليج ومباراة الإنتر ومحمد صلاح.
يمكن لفت نظرنا هنا الاستقبال الكبير اللي كان موجود من جماهير الانتر لمحمد صلاح، وبعض الناس بتطلب تيشيرت محمد صلاح. شفت ازاي نجمنا الكبير محمد صلاح امبارح في مباراة الانتر؟ بالنسبة لي يجب أن أشكر صلاح على المستوى العظيم الذي قدمه في بطولة الأمم الأفريقية، وكان اختبار قوي لمحمد صلاح أن يقدم هذه المباريات الرائعة مع منتخب بلاده. هذا طور كثيرا من محمد صلاح، لأن شفنا كواليتي الأرضية وكواليتي الملاعب هناك في أفريقيا، وهذا أثبت أن صلاح لاعب كبير ولاعب عظيم ويستحق التواجد كأفضل لاعب في العالم. بالأمس قدم مباراة رائعة، في أواخر الشوط الثاني كان صلاح ظهر، لأن صلاح ظهر في الشوط الأول أكثر إرهاقا من الشوط الثاني، لكن صلاح لديه قوة بدنية عظيمة. وأعشق في صلاح شيء، أن محمد صلاح يوزع مجهوده بطريقة جيدة، طريقة تقول أن هذا اللاعب محترف وتطور كثيرا ويتطور كل عام عن الآخر. لكن التسجل في سانسيرو أمام جماهير الإنتر، هذا يعني أن صلاح لاعب عظيم، وقد سجل من قبل، ليست المرة الأولى التي يسجل فيها، لكن قدم أداء رائع في أفريقيا وفي أمم أفريقيا، وبالنسبة لي أفضل لاعب في القارة الأفريقية وفي العالم أيضا. جوزيبي، عايز أسألك عن غياب الفرق الإيطالية على التتويج بالتشامبيونز ليج أو بالأوروبا ليج، إيه السبب دوت رغم فوز المنتخب الإيطالي مؤخرا بطبعا اليورو؟ إيه المشاكل اللي بتواجه الفرق الإيطالية في الحصول على بطولة كبيرة زي التشامبيونز ليج أو على مستوى حتى الأوروبا ليج؟ للأسف الكرة الإيطالية في الأيام الماضية لديها العديد من المشاكل التي أثرت على الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي بشكل عام، هذا قبل بطولة الأمم الأوروبية، لكن إيطاليا فازت بالأمم الأوروبية، والآن إيطاليا لديها العديد من اللاعبين الكبار، هناك لاعبين من روما، وهناك بعض اللاعبين الذين يلعبون في إنجلترا، ولديهم قوة اقتصادية كبيرة قد تؤثر بالإيجاب على المنتخب الإيطالي، لكن الفرق التي قد تفوز بالدوري الإيطالي صعب أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن الشامبيونز ليج لديه خصائص خاصة. ليس معنى أن تفوز بالدوري الإيطالي أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن الشامبيونز ليج بطولة صعبة، وتتقابل أبطال الدوريات الأخرى كالدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري في العالم، ونواجه صعوبة في ملاقات هذه الفرق. لقد شاهدت بالأمس مستوى الإنتر وهو أفضل فريق في إيطاليا أمام ليفربول المركز الثاني في إنجلترا، وهذا يوضح الفارق بين الكرة الإيطالية والكرة الإنجليزية. نلعب كرة عظيمة، كرة بها جرينتا، لكن الإنجليز أكثر تنظيم ويعرفون كيف يفوزون. الإنتر أفضل فريق لنا في إيطاليا، قد يودع تشامبيونز ليج هذه بكل سهولة. اليوفي أيضا نتمنى أن يحدث نفس الشيء، روما أيضا تعاني. الكرة الإيطالية نتمنى أن المستقبل يكون باهر للكرة الإيطالية، ونتمنى أن نصعد لكأس العالم، لأن لدينا مباراتين مهمتين قد تحدد مصير أشياء كثيرة في إيطاليا. ما فيش شك طبعا وجود إيطاليا في كأس العالم القادم شيء مهم جدا للكرة الإيطالية، طبعا غيابها عن كأس العالم اللي فات كان مفاجأة كبيرة للعالم. طب نروح على مستوى بطولة السيريا آ. طبعا التنافس ما بين الإنتر ما بين ميلان ونابولي، هل نابولي خلال هذا العام أو هذا السيزون اللي بيقدم مستويات أكثر من رائعة، مين المرشح بالفوز بهذه البطولة؟ ميلان، نابولي، إنتر؟ بالتأكيد هم ثلاثة فرق سيتنافسون على الدوري الإيطالي هذا العام في إيطاليا، لأن هذا العام نفس قوة الفرق. بالنسبة لي الإنتر قد يكون أقرب للفوز بالدوري الإيطالي، إذا ما كنت تريد بالترتيب الإنتر الأول، نابولي سيراقب من بعيد،
لكن في هذه الأيام هناك منافسة كبيرة بين النابولي والميلان، وأعتقد أن ديربي ميلانو حدد بشكل كبير أن الميلان قد يعود وقد يتصدر الدوري. هناك سلم موسيقي لأن الإنتر قدم آخر 4 مباريات صعبة بالنسبة لسيمون إنزاغي مدرب الإنتر، لكن بالنسبة لي كما ذكرت الإنتر قد يفوز بالدوري، وأتمنى أن يعود نابولي للمنافسة على البطولات. وأعتقد أنه صعب، الإنتر يعيش فترة صعبة في الدوري الإيطالي وبعد خسارة الأمس قد تؤثر على مستوى الإنتر ومشوار الإنتر في الدوري الإيطالي. فيرونتينا أيضا فريق قوي في الدوري الإيطالي لكن قد لا يفوز. أتلانتا أيضا يقدم أداء رائع، وأتمنى للفرق الإيطالية التوفيق في اليوروبا ليج. وهناك أيضا ديربي كبير بين تورينو ويوفنتوس قد يؤثر في الدوري إذا ما اعتقدنا أن اليوفي قد يعود، لأن لا يجب أن نستبعد اليوفي عن المنافسة لأن اليوفي قام بعمل ميركاتو عظيم. لكن هناك فرص كبيرة بالنسبة للميلان، فريق عظيم لعبت له وأعلم كيف تدار الأمور هذه الأيام داخل البيت الميلاني، وأتمنى أن يعود الميلان لكي ينافس على اللقب بل يفوز به. جوزيبي طبعا اللاعب الكبير في الانتر ولاعب كبير في نابولي، بنشكرك شكرا جزيلا.